السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحول الغلاء إلى غول يلتهم دخل الأسر، فلم يعد يفرق بين سلعة ضرورية وأخرى ترفيهية. لذا ليس غريبا أن يشعر رب الأسرة في بعض الأحيان بالعجز لأنه فشل في توفير احتياجات زوجته وأولاده من مستلزمات المأكل والمشرب والملبس نتيجة أزمة مالية خانقة تمر بها ليبيا. الأسعار بين وعي المواطن وسعر الدولار هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور الصديق الرايس، ونخرج لهذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا. تحول الغلاء إلى غول يلتهم دخل الأسر، فلم يعد يفرق بين سلعة ضرورية وأخرى ترفيهية. لذا ليس غريبا أن يشعر رب الأسرة في بعض الأحيان بالعجز لأنه فشل في توفير احتياجات زوجته وأولاده من مستلزمات المأكل والمشرب والملبس نتيجة أزمة مالية خانقة تمر بها ليبيا. وسط تزايد التهديدات والمخاطر المالية في ليبيا الناتج عن شح في العملة الأجنبية من الدولار واليورو بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز نتيجة إقفال الحقول والمواني النفطية، وهو ما أدى إلى اختلال واضح في ميزان المدفوعات الليبي وزيادة في الدين العام وعدم توازن بين التدفقات النقدية والسلعية. يضاف إلى ذلك انخفاض في تحصيل الموارد السيادية الداخلية من الضرائب والجمارك جعل من قيمة الدينار الليبي تهوي يوما بعد يوم، يقابله في ذلك نقص في المواد المستوردة نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية التي تجلب عن طريقها السلع إلى ليبيا. وبين هذا وذاك يقف المواطن عاجزا بين متطلبات حياتية منها الضروري عاجز عن توفير جزء منه والكمالي الذي تنازل عنه، ومطالب أسرة لا تكل ولا تمل من طلب أصبح يثقل كاهلة. أصبحت مخاوف المواطن الليبي تزداد يوما بعد يوم. ولو متقاعد ناخذ 367 دينار إلى عند اللان المصرف الصحاري باش يعطيهم، لا بيعطيني قرش لأن ما عنديش فلوس رصيد لين ينزل الراتب. يقولك ما فيش سيولة ما عندناش، وما نعطوش على الأحمر وما نعطي له، يا رد بنموت أنا يا سيدي. صحيح. اعتبرني كده، هذا الطابور لو نحناه، هذا الطابور العار نحناه، كيف الحل يعني؟ ترى لو استمرت الأزمة على هذا المنوال أو ازدادت كيف ستكون حياة المواطن الليبي وكيف ستكون ردة فعله؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة وسط هذه الموجة من الغلاء. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إذن غلاء أو ارتفاع الأسعار بين وعي المواطن وغلاء سعر الدولار هو موضوع هذه الحلقة من برنامج صوت الناس. نذكر السادة المشاهدين والمستمعين بأنه يمكنهم المشاركة معنا عبر صفحتنا على فيسبوك قناة التناصح الفضائية عبر الإجابة على سؤال الحلقة، وهو كيف يؤثر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على المواطن. وأيضا يمكنكم المشاركة عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. إذن أرحب بضيفي الدكتور الصديق الرايس الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور صديق. أهلا وسهلا بكم. نعم مرحبا بك دكتور صديق. يعني نتحدث عن المسؤول الفعلي عن ارتفاع سعر الدولار في البلاد. نعم العملة الأجنبية، العملة الأجنبية بشكل عام سواء كان دولار أو غيرها، هي زي غيرها من السلع، يعني تتأثر بالطلب والعرض. كل ما قل الطلب كل ما زاد العرض قل السعر، وكل ما كثر الطلب في ثبات العرض زاد السعر. فهذه القاعدة الأساسية متاع الاقتصاد الحر. نعم. فطبعا للظروف اللي تعيشها البلاد الآن
من ندرة أو تقلص في الاحتياطي الخاص بالعملة، لأن هذه نتيجة لما تعاني البلاد من إقفال الحقول النفطية، لأن النفط هو المورد الأساسي للعملات الأجنبية في ليبيا. الإقفال هذا أثر بشكل مباشر على ما تجنيه الدولة من عملات أجنبية، بالتالي بطبيعة الحال الطلب قد يكون مش متأثر بشكل كبير أو مش مرتفع بشكل كبير قدر ما العرض هو اللي قل. طيب دكتور نعم دكتور دكتور، هذا الموضوع ربما يلامس حياة المواطن اليومية، ونريد الحديث بدون تكلف، نريد توضيح السبب الفعلي في ارتفاع الأسعار. موضوع الحلقة هو ارتفاع الأسعار بين وعي المواطن وغلاء سعر الدولار، يعني نريد أن نتحدث بصورة يمكن للمواطن أن يستوعب هذا، يعني هذه الأسباب وهذه المسببات التي ربما نسوقها لنبرر ربما هذا الغلاء وهذا الارتفاع الفاحش في الأسعار. نعم، المواطن طبعا يلامس بشكل مباشر الكلام هذا، يعني الكلام هذا ما هوش كلام يعني معقد لدرجة اللي ما يقدرش يفهمها المواطن البسيط. المواطن يلمس العلاقة بين الطلب والعرض والأسعار. نعم. حتى من خلال السلعة اللي يتعامل بها يوميا في السوق يعني. تمام. نعم. كل ما يعني لو المواطن يبي يفهم القصة بشكل بسيط، يعتبر العملة بس كأي سلعة أخرى بكل بساطة يعني. تمام. نعم. أيوة. نعم. إذن يعني العلاقة بين ارتفاع الأسعار في البضائع والمواد الاستهلاكية ويعني ارتفاع الأسعار بالمجمل في السوق. هنا أمر آخر، أنا أصريت على الفصل بين هذا وهذا. تمام، سؤالك في البداية كان يتعلق بسبب ارتفاع العملة الأجنبية. نعم. تمام، لكن لو تحدثنا مثلا، لو كان السؤال عن أثر الكلام هذا على ما يعيش المواطن أو على ارتفاع السلع الأخرى. تمام. نعم. حيكون الكلام بشكل آخر. طيب، يعني تحدثت الآن عن ارتفاع سعر الدولار، إذن ما أثره؟ نعم. ما أثره على السوق العامة والأسعار يعني التي هي يحتاج المواطن أن يتعامل معها يوميا. تمام أوكي. السوق الليبي طبعا سوق يعتمد على الاستهلاك أكثر من يعتمد على الإنتاج. تمام. نعم. فبالتالي المورد الأساسي للعملات الأجنبية هو زي ما قلنا في البداية النفط. النفط العملة الأجنبية حتى اللي في يد القطاع الخاص أصل مصدرها النفط. تمام. في السنوات السابقة حاولت الدولة إلى حد ما استقطاب أموال من الخارج عن طريق محاولة تنشيط الاستثمار، بغض النظر عن سواء كان الكلام هذا كان جدي أو كان صوري. تمام، ولكن هذا اللي حصل، يعني حاولت الدولة بطريقة أو بأخرى إصدار قوانين زي قانون رقم 9 لسنة 2010، قانون الاستثمار، بهي تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للورود للسوق الليبي من أجل تأمين مصدر آخر للعملة الأجنبية. قد يتساءل المواطن لماذا يرتفع أو ترتفع السلع اللي مصدرها الدولة، يعني مثلا في المواد الغذائية أو الخضروات مثلا اللي هي تنتج محليا، وإن كان أصبحت تتقلص بشكل بسيط وأصبحت جزء منها كبير يرد من الخارج، ولكن ما زال لحد ما جزء منها ينتج محليا. فيقول لك مثلا شن علاقة ارتفاع العملة الأجنبية بارتفاع مثلا البطاطا مثلا. نعم. تمام، في المنتج المحلي يعني المفروض يكون، وإن كانت بطاطا ليبية يعني نقوله هكي بالطريقة هي. تمام. طيب. طبعا بطبيعة الحال المنتج للسلعة هذه والبايع لها التاجر لها حيحتاجوا سلع أخرى، والسلعة هذه نسب كبيرة جدا
منها هي ترد من الخارج، يعني مصدرها عملة أجنبية، فهو أيضا بيأمن لنفسه إمكانيات لشراء الاحتياجات متاع الأخرى، فبالتالي يجب عليه أن يكبر الهامش متاع الربح متاعه في البطاطا من أجل توفير مدخولات تمكنه من تغطية احتياجات الأخرى. هذه الصورة بشكل بسيط. نعم. طيب ما هو الدور المؤسسات؟ ربما نريد أن نتحدث الآن عن المؤسسة المصرفية في ليبيا أو القطاع المصرفي، خصوصا مصرف ليبيا المركزي. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة بحجم المصرف المركزي للحد من هذا الارتفاع الفاحش كما يصفه البعض في الأسعار؟ هي المؤسسات لا تنحصر في مصر في المركز اللي مفروض اللي مناط بها إيجاد الحلول. أيضا وزارة الاقتصاد لها دور في الموضوع هذا. تنشيط الاستثمار في مجالات أخرى مهم للغاية. أيضا فقدان بعض أو انخفاض مستوى الأمن في الدولة أيضا أثر بشكل مباشر حتى هو على القصة هذه. يعني تمام، يعني لو طلبت من وزارة الاقتصاد الآن توفير أو تنشيط الاستثمار في مجالات أخرى، تمام، من شأنها انعاش الاقتصاد، وبالتالي سيكون الكلام هذا هيكون ليه دور في تخفيض معاناة المواطن. حيقول لي بنفس بكل بساطة، حيقول لي من الصعب في الظروف الحالية أنني نوفر استثمارات معينة أو نخلق مجالات استثمار معينة، تمام، باعتبار أنه يقولوا يعني كلمة مشهورة، يقول لك رأس المال جبان، يبي أمن ويبي شروط معينة، تمام، ضمانات وإلى آخره، من أجل أن يتحرك ويخلق مثل هذه الاستثمارات. مصر ليبيا المركزي قد يكون الجانب الأساسي أو المسؤولية الكبيرة اللي عليه، تمام، هو أن يحاول أن يتجه بالصرف في العملة الأجنبية باعتبار أن الظرف خاص جدا، يتجه بالصرف في العملة الأجنبية للضروريات فقط لا غير، يجدول أمور الأولويات ويخلي الأولويات اللي هي المواد الغذائية والأدوية هي في الدرجة الأولى، بالدرجة الأولى في الصرف، ويتدرج بالجدول نتاعها لين يصل للكمالية الأكثر كمالية. يعني بهالطريقة ينظم طريقة صرف الاحتياطي البسيط اللي عنده، واللي يعرف ان التعويض فيه قاعد يقل، بل قل فعلا، يعني بإقفال الموانئ النفطية وبيع النفط وإلى آخره. نعم الدكتور صديق، ابقى معي، أريد أن أشرك السادة المتابعين وأرحب بأسامة من بنغازي. أهلا بك أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسامة، نتحدث عن غلاء الأسعار بين وعي المواطن وارتفاع سعر الدولار، يعني كيف ترى هذا الموضوع وكيف تتابع هذا الغلاء في السوق الليبي؟ أول حاجة بارك الله في قناتكم، يعني الحمد لله تشرف الليبيين، حتى الذي يعني جبت قصيدة على حلب، يعني تشرف الليبيين، الحمد لله رب العالمين، عندنا قناة في ليبيا كيف التناصة، يعني الحمد لله رب العالمين. نعم، نرحب بك في قناة التناصح. بارك الله فيك. ويعني الغلاء المعيشة طبعا كلها مسيسة، هذا كله حرب، وهذا نوع من الحروب، أما طبعا جوب حرب الكرامة، يعني ما قدروش فجوب حرب الاقتصاد، يعني يركعوا فيك من مين ما تركع أنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن الشعب اللي بيصبر ويحتسب ويعني ويصبر، وربي سبحانه وتعالى حينصرنا بإذن الله. أسامة، أولا أرجو أن ترفع صوتك قليلا، وثانيا أنت ترى الآن بأن الساسة هم المسؤولون عن غلاء الأسعار ويتلاعبون بها كما ذكرت. يعني معي الآن الخبير الاقتصادي السيد الصديق الرايس، ربما هل لديك تساؤل أو يعني شيء غامض تريد أن يوضحه الدكتور صديق؟ والله بنسأل الدكتور أن
يعني انا متاكد انها حرب، حرب هي مشن على ليبيا، لان ليبيا قالت لا اله الا الله محمد رسول الله، واي واحد يقول لا اله الا الله يرفع عليه الحرب. نعم. يعني انا ما احكي لكش على الدواعش، لا، يعني الاسلام الصحيح كيف التناصح، كيف الثوار اسلامهم صحيح، فهم قالوا لا اله الا الله فان يبيعوا عليهم الحرب، فهمت كيف؟ فهذا انا هيك نظريتي تقول، وانا بناسل على النظريه هذه مضبوط ولا مضبوط، يعني انا نقول هيك، يعني هم استعانوا بالعدل والمساواه واستعانوا بكل انسان ويحقوا، يعني يحقوا هم يحقوا الغرب والعالم كله يحقوا، يعني واضحه العمليه والله غير العمل اللي ما يحقش فيها، واضحه انها حرب على الاسلام. فهم بيركعوك باي طريقه، الطريقه اللي انت تضعف فيها بدون لك القوه ما قدروش الاسلام انتصر. طيب في ليبيا. طيب شكرا لك، وصلت الفكره اسامه من بنغازي، شكرا لك. الان ارحب بيونس من مصراته، اهلا بك يونس. حياك الله وبيا اخوي محمد والاخوه اللي معك في الاذاعه الطيبه المباركه، حياك الله ان شاء الله بالخير من عاديه. نعم حياك الله يونس. يونس نتحدث عن غلاء الاسعار، هناك من يعتبر بان هذا الغلاء اصبح يعني غلاء فاحش ولا يمكن يعني ان يمكن التعامل معه، والمواطن اصبح لا يمكن يعني ان يتحصل حتى على قوت يومه، كيف تتابع هذا الموضوع؟ والله هو انت بارك الله فيكم اطرح المواضيع هذه المهمه جدا جدا اللي تمس قوت المواطن، وهذه حقيقه مشكله العناد، لان هي ازمه مفتعله بامتياز مثل باش، ولنا في الدول المجاوره والاحداث اللي في سوريا وغيرها، يعني العراق البث الاعلى ما فيش مكان دخل في الامم المتحده للاسف، ان هذا الكوارث نتاعها يجب المواطنين الحقيقه يعبوا ما يحدث ويكون يلتقى مستوى تفكيرا من لازم تخليم ثقافه الاستهلاك، هذا اذا كان نبوا دوله لازم التضحيه ولو شويه، الامر واضح ومصدر الدخل الرئيسي مقفل من سنتين ومعروفه عواقبه ومعروفه استعالة الازمات، فيكون يجب وعينا يوصل لحد النضج، اذا كان نبوا نولى دوله متقدمه بدل ما ننعت لغيرنا وديما تخشيل الناس اللي في المحك رغم انه مكبر، ولكن اللي يعلم يعمل الذي هو يخطئ ومصرش ديما باله. الحقيقه يجب شرع على الحكيم ولازم نطبق القضاء، اذا كان ما فيش قضاء ما فيش دوله، وانا في المثل الصبر ان شاء الله ما نوصلوش في المثل الاعلى، ولكن لينا باذن الله شرفاء لنا رب كريم يجب في ملاحظه بنقولها معلش سامحني اخوي محمد، ومع احترامنا احنا ليبيين وكنا احباب وكنا اصحاب وكنا نغلطوا، ولكن الحقيقه الشتم والسب والحكم العسكري هذا والواحد ايش بالله ان سالنا منه فرسان للدخل يقول كلمه طيبه ويتق الله، لان ما ينفد من قولا الا ذي رقيب عزيز، وبارك الله فيكم الجميع ووفق الله جهودكم الطيبه للاصلاح ان شاء الله. نعم شكرا لك يونس من مصراته، وصلت الفكره يونس شكرا لك. اريد نعم ايمن، اهلا بك يا ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ايمن من بنغازي اهلا بك. بارك الله فيك، تحيه لكم ولبرنامجكم. حياك الله يا ايمن. ايمن نتحدث عن غلاء الاسعار والمواطن الذي اصبح يعني لا يجد حتى قوت يومه. اي نعم صح صح صحيح. هو الحقيقه لما تبي تبحث عن الموضوع لازم تجيب الشيء اللي حدث وتبي تجيب الاصلاحات. لازم تجيب الحل، يعني طبعا المفروض قناتكم لازم تجيب الحلول، ما تعملش المشكله. نحن يعني نطرح التساؤل ونطرح التساؤل على المواطنين، بامكانك المشاركه برايك. انت يا ايمن ربما لديك راي في الحل، يعني اسمعنا هذا الراي. نعم استاذ، المشكله ان بدات الحلقه من بدايه المؤتمر والبرلمان والسيد علي زيدان والسيد الصديق الكبير والسيد البدري اللي هو في اوبك. طبعا هذوما هم الاساس الحلقه اللي ضرت العمله وضرت السيوله وضرت المواطن. هم اعتدوا طبعا على حق المواطن اللي هو في الجمعيات، طبعا السلعه كانت تهرب صحيح، ولكن المفروض ما كانتش تقرب السلعه الا بعد يجدوا حلول. السلعه كانت الزيت والدقيق والمكرونه والطماطم والسكر، هذين ما كانش يتعدوا عليهم في حق المواطن، ولكن بفعل فاعل تعدوا عليهم وابعدوهم وبدا المواطن في حيره. من هنا اعتداء السيد علي زيدان والسيد الصديق الكبير والسيد البدري اللي هو في اوبك. طبعا مع تغفل الساده اعضاء المؤتمر وتغفل الساده اللي في البرلمان.
هم طبعا كان عندهم شويه فتات من الاموال يسحبوا روحهم طبعا عندهم سيوله كامله، ولكن الصديق الكبير له المفاتيح الرئيسيه في حل مشكله ليبيا. الان المصرف الليبي المركزي فيه سيوله كبيره جدا، ممكن يضيفك يعطيك السيوله الكبيره من الدولار ومن الدينار. المفروض الان حل مشكله ان ينزلوا دقيق يرفعوا عليه يدعموا السكر الطماطم الزيت هذين يردون يرجعوه للمواطن، وبعدين عمليه خروج مظاهرات على السيد الصديق الكبير وعلى السيد البدري اللي في ابك، وهم يطالبوهم بان يرفعوا بالسيوله، وطبعا يردوا للبرنامج 70 مليار اللي ريحهم زيدان وهو حلقه الوصل. طيب يا ايمن، المشكله لما تحل المشكله. نعم ايمن من بغازي، شكرا لك، ربما نقطه جوهريه اثرتها وسنحيلها الى السيد الصديق الرايس وهو الخبير الاقتصادي، ولكن بعد ان نخرج الى فاصل. ولكن فقط ننوه باننا نتحفظ عن ذكر الاسماء، يعني كل ما يذكر هو يمثل من قال او من ذكر هذه الاسماء. نحن نطرح هنا قضية ونريد أن نشرك المواطنين في كيفية حل هذه القضية ونربط بين صوت المواطن وصوت المسؤول أو المختص. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أذكر بأنه يمكنكم المشاركة عبر الإجابة على سؤال هذه الحلقة على صفحة قناة التناصح الفضائية، والسؤال هو كيف يؤثر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على المواطن، وربما سنقرأ بعد قليل بعض المشاركات. أعود لضيفي الدكتور الصديق الرايس. دكتور صديق، يعني في هناك يعني نقاط لا يمكن إغفالها ذكرها السادة المشاركين، أولها يعني الساسة، هل بالفعل يمكن أن نعتبر بأن للساسة يد طولة على الاقتصاد في ليبيا والتلاعب بالأسعار وما إلى ذلك؟ طبيعي هو رجال السياسة هم اللي على عاتقهم إيجاد الحلول للأزمات، لكن أي حل لأزمة اقتصادية من الصعب يعني التوقع حلها او ايجاد حلول لها، حلول مباشره يعني. اثر الحلول اللي ممكن نديرها اليوم قد تاتي ثمارها يعني بعد ايام او بعد اشهر او بعد سنوات قد يكون يعني. فالمسؤوليه الكبرى على رجال السياسه هو التخطيط الاقتصادي الدقيق. التخطيط للمستقبل أولا. الآن الاقتصاد الليبي ضايع بين اقتصاد موجه أو اقتصاد حر أو شكل من الأشكال المواهمة بين النوعين. قد يكون السيد اللي تفضل في السابق المواطن اللي تفضل برأيه قال احنا افتقدنا للسلع اللي كانت توفر لنا نعم. في الجمعيات وهو إلى آخره. الكلام هذا طبعا الجمعيات يعني وضعها تغير من فترة كبيرة يعني من فترة طويلة. نعم دكتور ربما نتحدث بالتفصيل أكثر حول دور رفع الدعم على ما يعانيه المواطن الآن من غلاء الأسعار، ولكن ابقى معي لنتحدث في هذا الموضوع لأشرك جمال من البريقة. أهلا بك جمال. أهلا وسهلا بك جمال. ألو. جمال نتحدث عن ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن. والله يا أستاذ محمد نحن الكلام كله يعني، وإن شاء الله قناتكم قناة مباركة، إن شاء الله ربي يحفظكم أنتم والطاقم العامل فيها بإذن الله. بارك الله فيك. نعم. كون الكلام اللي حكوه الجماعة هذوما تو زي الأخ اللي بدري من المصادرة يعني تو الدولة لها قريب 6 سنوات والله 7 سنوات. الواحد والله العظيم الله انا واحد من الناس بدري يعني تو كلمتك لاني ماليش ساعتين كنت في المحطه برا وجاء جيش ماشي مغرب عرفت رتم
والله لزوني من المحطة اللي كنت قاعد فيها نفكس فيها على أساس نجيب حليب لعيالي. يعني الواحد الله غالب توزيع لا مواطن عادي، لا عندي عمل نمشي العمل ونمسك في وقت السكر تاعي، لكن لما نجي للمحل نلقى شيك الزيت ب 6 دينار وانا مفكس ب 10 ولا ب 15 دينار، السيارة تبي بنزينة، العيل يبي حليب، يعني عندي بنات وعياله وان شاء الله ربي يوفقها البلاد، احنا محل غالب ولا البلاد تمشي للصلاح، لكن الوضع بالنسبة للمواد السلع التموينية انا نحكي لك بصدق، يعني أول ما تشوف قناة تحكي على الكلام هذا زاد حس بوضع المواطن. نحن تو الواحد لو أن مثلا في حاجة مثلا للبلاد تضحي بنفس بعياله ما عندناش مشكلة، لكن أهم حاجة الإنسان يعيش عيشة كريمة. يعني معقولة بنطلع المصري على سبة شيشة زيت يردني يقول لي مثلا نقول له 6 جنيه يقول له معي 4 جنيه يقول لي والله، يعني تمت العملية أستاذ محمد مش يعني نقول إن شاء الله ربك يسهل الأمور أكثر من الله سبحانه وتعالى، ما نرجوش الفرج من حد لأن ما فيش مسؤول ولا في قناة حكت زي ما حكيت أنتم أستاذ محمد صراحة. يعني نعم، وربما هذا هو الواجب، فالتناصح هي للمواطن ومن أجل خدمة المواطن، ونربط بين صوت المواطن والمسؤول والمختص. جمال من البريغة شكرا لك، وربما نحيل ما ذكرته للدكتور الصديق، ولكن قبل ذلك صالح من الجفرة أهلا بك. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. صالح، يعني وأنت ضيف دائم للبرنامج، كيف ترى ارتفاع الأسعار وكيف تربط بينه وبين غلاء سعر العملة الأجنبية والدولار؟ نعم صالح، صالح هل أنت في الاستماع؟ صالح يبدو أن الاتصال انقطع مع صالح من الجفرة. أعود لضيفي الدكتور الصديق الرايس. دكتور صديق، يعني كنت قد بدأت الحديث عن دور رفع الدعم وهي نقطة أثارها أيمن من بنغازي، ما مدى تأثير قرار رفع الدعم ربما والجمعيات الاستهلاكية على ما يعانيه المواطن الآن؟ نعم، الجمعيات طبعا تقلص دورها، انا قلت في السابق انها تقلص دورها من قبل حتى ثورة 17 فبراير، تقلص دورها من زي السابق يعني تمام، فتم افتتاح المجال للقطاع الخاص، واصبح يعني اصبحت الدوله كانها تسلم في بعض مهامها اللي كانت مستولي عليها واللي كانت حكر عليها في فتره من الزمن للقطاع الخاص وفقا للسياسه اللي رسمت في السابق من قبل شكري غانم قدير صدق الوقت يعني. قد يكون من الجوانب اللي ممكن ينظر فيها وتدرس الان هي اعاده النظر في قنوات الاستيراد والبيع. قد تكون الدوله الان في وجود نضوج لموارد الدوله من العملات الاجنبيه وعدم سلطتها الرقابيه او انخفاض مستوى سلطتها الرقابيه عليه التجار الخواص، فقد يكون المصرف المركزي يبذل في مجهود او يصرف في العمله الاجنبيه للتجار، ومن ناحيه ثانيه لا تستطيع الجهات الرقابيه الاخرى فرض رقابتها وسلطتها على الاسعار. يعني طالما ان التاجر الخاص يقدر يستورد او يحصل على ائتمان مستندي بسعر رسمي بسعر عمله اجنبيه بالاسعار الرسميه وفق الاسعار المصرفيه المركزي تمام، المفترض انه هو يحافظ على هامش الربح المحدد له وبيبيع بالاسعار الرسميه. ما فقدت الدوله السيطره او الرقابه على مثل هذه الاشياء في الفوضى اللي صايره الان، قد يكون يعني دراسه اعاده النظر في قنوات البيع والاستيراد، ان تكون مثلا القنوات هذه قنوات عامه او تحت اشراف عام. يعني طالما هي مثلا كتاجر هي مجرد انها هي قد تكون طرح يعني من الحلول اللي ممكن ينظر فيها، ان مثلا التجار اللي يحصلون على اعتمادات بعملات باسعار صرف رسميه ياخذوا او مقابل اخضاعهم لنوع من الرقابه اكثر من الغير.
طيب دكتور صديق، يعني هناك سؤال مهم ويطرحه البعض، يعني نرى ربما تراشق للتهم بين المواطن والدولة، المواطن يحمل الدولة كامل المسؤولية والدولة دائما ما نرى المسؤولين يخرجون ويقولون المواطن لا يتجاوب، المواطن يعني لا يتعامل مع مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب. سنجيب ربما عن هذا السؤال وربما الذي أختم به معك، ولكن أشرك اتصال عبد الله. نعم عبد الله، أهلا وسهلا بك. أهلين، مرحبتين يا أخوي، السلام عليكم. مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله، نتحدث عن غلاء الأسعار وربما أيضا ارتفاع سعر العملة الأجنبية المفاجئ في اليومين الماضيين الذي جاوز يعني حاجز الأربعة دنانير، كيف ترى هذا؟ والله نحن تو هي معالجة القضية الأساسية، هي السلع الأساسية نتاع المواطن، زي ما نعرفه نحن يعني الزيت، الطماطم، الحليب، الحاجات السلع الاساسيه هذينا، وحليب الاطفال اللي وصل فوق ال 10 دينار اللي عنده اطفال يعاني، فهمني يا اخويا. نحن تو تكلم، مصرف ليبيا هو الداعم للشركات المورده بالعمله، عمله سعر المصرف. نبغوا نحن مصرف ليبيا المركزي يظهر لنا الشركات اللي خدن منا مثلا معروفات، يعني شركه اللي متكفله بحليب جودي، اللي متكفله بحليب الزهرات، كل شركات اللي تجيب في السلع الاساسيه من الزيوت الطبخ ومن حليب الاطفال. الناس تعاني، نبغوا نعرفوا الشركات هذين باش يقدر اسعار منتجاتهم في السوق ما تتجاوزش سعر غير معقول. اظهارها سعر مصرفي واخذ به. نحن يعني مصرف ليبيا يصدر جريده شهريا، اسبوعيا، كل ثلاث شهور يظهر اسماء الشركات اللي خدت اعتماد من مصرف ليبيا بخصوص السلعه الفلانيه، هذه معتمده، حتى الحرس البلدي يقوم بدوره، يعرف شنو السلعه المدعومه من الدوله، هذه مدعومه ما دام خدت. يعني تقصد بان يكون المصرف يعني المركزي اكثر شفافيه في هذه المواضيع ويوضح يعني. يظهر لنا مش قاعدين نحن نقول في شركات ورد حاويات فارغه، لا اظهر اسمائهم واسماء التجار اللي يمصوا في دماء الشعب الليبي، اظهر لنا اسمائهم واظهر اسماء الشركات هذه المتاجره بالمال الليبي. نعم، المتاجره في قوت الناس، نبغوا نعرفوهم، مش تقعد انت تستر عليهم، انت متستر على الجريمه، انت كيف اللي مرتكب الجريمه يا مصرف ليبيا. شكرا لك. نبغوا نحن اظهار الشركات المعتمده بالسلع الاساسيه من سعر مصرف ليبيا المركزي. نعم، سنحيل هذا التساؤل بالذات يعني للضيف، شكرا لك عبد الله، شكرا لك، وصل صوتك. نعم، محمد من مصرات، اهلا بك محمد. اهلا يا اخوي، شوار. مرحبا بك يا محمد. ماذا عن ارتفاع الاسعار في السوق في ليبيا؟ نعم محمد. محمد. نعم، يبدو ان الاتصال انقطع مع محمد. اعود للضيف ونختم يا دكتور الصديق الرئيس بالتساؤل الذي طرحته بخصوص تبادل التهم بين الدولة والمواطن، وأيضا موضوع شفافية المصرف المركزي في من يقوم بتوريد الحاويات الفارغة التي نسمع عنها في الأخبار ولا نعرف التفاصيل كما ذكر عبد الله قبل قليل. هو كان في تشويش بسيط في الصوت، لكن اوكي استطعت اللحق شوي على النهايه. طبعا انت كان سؤالك في البدايه لوم المواطن للجهات او للدوله. تمام، طبعا المواطن عنده الحق لما بيضجر ولما بي قدام قله الحيله وارتفاع الاسعار، هو مش قادر انه هو يلبي طلباته واحتياجاته اليوميه، طبيعي بيلقي اللوم طول على الدولة باعتبار انها هي المسؤولة بالدرجة الأولى على الوضع الاقتصادي، على الوضع الاقتصادي العام في البلد يعني أكيد يعني. بالنسبة للحاويات الفارغة يعني طبعا هي لا شك أن هي جريمة يعني، وتهريب العملة الأجنبية للخارج بدون عودتها جريمة أخرى. تمام، وتساهم في نضوب المخزون هذا من العملات الاجنبيه، ولكن في غياب شو اسمه قنوات بيع عامه للدوله موازيه للقطاع الخاص، السوق كيف بتلبي حاجات المواطن اليوميه؟ التجار في منهم يعني ما نقدرش نقول الا قايمين بالدور تمام في توفير هالاحتياجات هي.
الدور هذا قد يكون فيه نوع من الاستغلال، اوكي، لكن هي في النهايه احتياجات ضروريه لازم تلبى في السوق الليبي. لو ان مثلا يعني بشكل او باخر، لو ان اثمان الاعتمادات اللي صرفت مقابل توريد حاويات فارغه، هذه لا شك ان هي جريمه زي ما قلنا. تمام. لو ان عادوا بها للسوق الليبي مره ثانيه الدولارات هذه او العملات الاجنبيه هذه، تمام، نقول احنا قاعد افضل الامر من ان هي تخرج ولا تعود. نعم ضيفي الدكتور الصديق الرئيس الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك. الآن يعني أذكر بعض المشاركات عبر صفحتنا على فيسبوك، صفحة قناة التناصح الفضائية. رمضان يقول: أنا السبب الرئيسي هو تجار الدولار ومن يتحكم في السوق. محمد الشبيني يقول: أكيد حيأثر تأثير سلبي، والدور هنا يقع على وعي المواطن أن يفهم المشكلة ويفهم. وأنتم تحكوا على الغلاء، وين هالسيولة باش نشروا غالي ولا رخيص. علاء يقول: سيؤثر ذلك على أسعار السلع والمواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي من مواد غذائية وملابس، فضلا عن مواد البناء والسيارات وغيرها. وبعض التجار للأسف استغل هذا الارتفاع برفع أسعار المواد المتوفرة بأسعار الدولار القديمة قبل ارتفاعه، مما سيؤثر تأثيرا سلبيا بليغا على المواطن البسيط. هذا ما يقوله علاء. أيضا أنا ليبي يقول: بالله مازال فيها وعي ومازال حد يسأل على سعر الدولار؟ أعطيني فلوس ليبيات باش نشري خبزة وخذوا الدولار يا مجلس ويا حكومة الوفاق. هذا يقول بأن ما حدث هو أن حكومة الوفاق خلقت أزمة لتدخل لطرابلس بهدوء ولم تتمكن من حل الأزمة بعد دخولها. أيضا معاد يقول: بالطبع تأثير سلبي، وخاصة في الارتفاع الهائل للسلع الغذائية والأدوية الذي سببه بالطبع ارتفاع سعر الدولار. نور الدين الغرياني يقول: مش يعني يتساءل أليس السراج، مش السراج بينزل الدولار؟ يتساءل نور الدين الغرياني. إذا أشرك معي اتصال من الفيتوريوم، من ثم أعود لبعض المشاركات الموجودة على صفحتنا، صفحة قناة التناصح الفضائية. فيتوري أهلا بك. نعم يبدو أن الاتصال انقطع مع الفيتوري. رضا بريش يقول: يؤثر على معيشة المواطن بشكل سلبي، فالألف دينار لا قيمة لها الآن من جراء ارتفاع الأسعار، ولا زال المرتب كما هو لم يرتفع. إذا يقارن بين رفع المرتبات أو زيادة في المرتبات، وأيضا ارتفاع الأسعار وزيادة في الأسعار، يقول بأن الأسعار تزيد والمرتبات كما هي كانت يعني في القوانين السابقة في الدولة الليبية. سؤال حلقتنا على صفحة قناة التناصح الفضائية هو: كيف يؤثر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على المواطن؟ أحمد من مصراتة، أهلا بك أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا أحمد. مساء الخير يا أخوي المقدم، وتحياتي لك ولكل قناة التناصح. نعم حياك الله يا أحمد. نتحدث عن ارتفاع الأسعار وأيضا غلاء سعر العملة الأجنبية مقابل الدينار الليبي، كيف ترى ذلك؟ والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لابد أن تجر أن يتق الله سبحانه وتعالى في الشعب المسكين الغلبان، كل يوم يعاني وكل يوم القنوات يشكلهم المواطنين، لكن للاسف دائما التجار ما يبوش يستجيبوا للشعب الليبي. لهذا يتقوا الله سبحانه وتعالى، والدولار والله مرتفع بشكل غريب. قالوا اخر الاخبار وصل ل 4.50 جنيه على ما اظن، انك سمعت يعني، ان شاء الله مش خطا يعني، وان شاء الله ربي يهدي الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك يا احمد. ارحب بامل من بنغازي، اهلا بك يا امل. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أمل، يعني نتحدث عن ارتفاع الأسعار الذي يعني يوصف بأنه فاحش، المواطن لم يعد يعني يلحق بقوت يومه ولم يعد يتحصل على قوت يومه. طبعا خويا لو سمحت لي أعطيني فرصة شوية، أنا نقول لك يعني هي نحن عارفين إن النظام الأول
كان المشي ليبيا كلها ما كان معتمد على دولار ولا كان ينزع الدولار رجاء أو نزل. فيعني هي كلها سياسة مسيسة لتركيع الشعب الليبي لأكثر ولا أقل للعودة للنظام السابق أو الجماهيرية السابقة. يعني نحن كيف نقول نحن سوى يعني كيف ما نحن ندمنا نحن كن سوى الناس تشتم في الثوار هكي أجل بيقول لك هذه الثورة شين قدمت. فهي السياسة ممنهجة لأكثر ولا أقل. يعني نحن النظام السابق كان مش مسمد حتى عن نفط. النفط كان عبارة عن إيرادات تنحط في الأسوق في المصارف اللي برا. فنحن كنا عبارة عن ضرائب يعني عائدات يدورا في نفس البلاد. يعني ما كناش متمدين على دولار ولا شيء. لكن هذه سياسة ممنهجة. وأنا أقول لك رسالة واحدة للصديق الكبير أو أي حد من المسؤولين مسؤول على الأزمة للمواطن التعبان الكادح اللي من يوم يوم ما عياله يطق الواحد عمره 40 سنة وما يقدرش يكمل نص دينه حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعني صدق صدق شفت نهاية الطاغية فأرجوكم يعني الشعب الليبي مش عدد كبير عددنا شوية. يعني إحنا نعتمدوا أبسط حاجة حتى على الزراعة أو على التجارة يعني حنعيشوا ملوك. فأرجوكم يعني انتبهوا للناس وراعونا وحسبي الله ونعم الوكيل كل من كان وراء سبب الأزمة. طيب يا أمل يعني برأيك ما دور مؤسسات الدولة المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية الأخرى ما دورها في هذه الأزمة وفي حل هذه الأزمة؟ يا أخويا أنا أنت شفت أي خطة شفت جيتهم يديروا في أي خطة أن هم يرفعوا معاناه الشعب الليبي؟ هل جيت أي مشروع أو أي يعني قدموه للناس أن هم بيديروا لهم خطة بشي يرفعوا معاناتهم؟ قاعدين يسمعوا في المعاناة وقاعدين يسمعوا في شكاوي الناس من نفس ما مولتنين إحنا لنا فترة بحالة هذه. فهذا يدل على أن هم عاجبهم الوضع هذا ما يبش يديروا أي خطة. معنا هم قاعدين ينفذوا في خطة معينة أو سياسة ممنهجة مش أكثر ولا أقل. يعني مش معقولة حيعجز ما عندناش عقول يعني تتفكر ان هي تدير حل. ليبيا غنية من كل شيء غنية. معقولة ما عندهمش حل يفكوا ازمة المواطن التعبان؟ يعني بصدق يعني عجزنا للدرجة هذه مع شكرا الحل. لك يعني نحن شكرا لك يا امل من بغازي وصل صوتك. انتقل الى محمد من بغازي. اهلا بك محمد. مرحبا بك يا محمد. برأيك يعني ماذا حول ارتفاع الأسعار والمواطن الذي لم يعد يتحصل حتى على قوت يومه وما يطعم أطفاله ربما؟ نعم يبدو أن فقدنا الاتصال مع محمد. عموما شكرا لك وصل صوتك. بالنسبة للمشاركات عبر صفحة قناة التناصح الفضائية نختم بباسم الخلفوني يقول السلام عليكم ورحمة الله. في الفترة الأخيرة نشهد أن الصراع السياسي هو السبب وأيضا انعدام الضمير. إذا مشاهدينا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي الدكتور صديق الرئيس الذي صاحبنا في هذه الحلقة وأشكر كل من شارك معنا وكل من حاول أن يشارك معنا. إلى لقاء آخر دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحول الغلاء إلى غول يلتهم دخل الأسر فلم يعد يفرق بين سلعة ضرورية وأخرى ترفيهية. لذا ليس غريبا أن يشعر رب الأسرة في بعض الأحيان بالعجز لأنه فشل في توفير احتياجات زوجته وأولاده من مستلزمات المأكل والمشرب والملبس نتيجة أزمة مالية خانقة تمر بها ليبيا. الأسعار بين وعي المواطن وسعر الدولار هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور الصديق الرئيس. ونخرج لهذا التقرير ثم نعود فابقوا معنا. تحول الغلاء إلى غول يلتهم دخل الأسر فلم يعد يفرق بين سلعة ضرورية وأخرى ترفيهية.
لذا ليس غريبا أن يشعر رب الأسرة في بعض الأحيان بالعجز لأنه فشل في توفير احتياجات زوجته وأولاده من مستلزمات المأكل والمشرب والملبس نتيجة أزمة مالية خانقة تمر بها ليبيا. وسط تزايد التهديدات والمخاطر المالية في ليبيا الناتج عن شح في العملة الأجنبية من الدولار واليورو بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز نتيجة إقفال الحقول والمواني النفطية، وهو ما أدى إلى اختلال واضح في ميزان المدفوعات الليبي وزيادة في الدين العام وعدم توازن بين التدفقات النقدية والسلعية. يضاف إلى ذلك انخفاض في تحصيل الموارد السيادية الداخلية من الضرائب والجمارك جعل من قيمة الدينار الليبي تهوي يوما بعد يوم، يقابله في ذلك نقص في المواد المستوردة نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية التي تجلب عن طريقها السلع إلى ليبيا. وبين هذا وذاك يقف المواطن عاجزا بين متطلبات حياتية منها الضروري عاجز عن توفير جزء منه والكمالي الذي تنازل عنه، ومطالب أسرة لا تكل ولا تمل من طلب أصبح يثقل كاهلة. أصبحت مخاوف المواطن الليبي تزداد يوما بعد يوم. ولو متقاعد ناخذ 367 دينار إلى عند اللان المصرف الصحاري باش يعطيهم، لا بيعطيني قرش لأن ما عنديش فلوس رصيد لين ينزل الراتب. يقولك ما فيش سيولة. ما فيش سيولة، ما فيش سيولة، ما فيش سيولة، ما عندناش، وما نعطوش على الأحمر، وما نعطي لا يا رد بنموت أنا يا سيدي. اعتبرني كده، هذا الطابور لون نحناه، هذا الطابور العار نحناه، كيف أي كيف الحل يعني؟ ترى لو استمرت الأزمة على هذا المنوال أو ازدادت كيف ستكون حياة المواطن الليبي وكيف ستكون ردة فعله؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة وسط هذه الموجة من الغلاء. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إذن غلاء أو ارتفاع الأسعار بين وعي المواطن وغلاء سعر الدولار هو موضوع هذه الحلقة من برنامج صوت الناس. نذكر السادة المشاهدين والمستمعين بأنه يمكنهم المشاركة معنا عبر صفحتنا على فيسبوك قناة التناصح الفضائية عبر الإجابة على سؤال الحلقة، وهو كيف يؤثر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على المواطن. وأيضا يمكنكم المشاركة عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. إذن أرحب بضيفي الدكتور الصديق الرايس الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور صديق. أهلا وسهلا بكم. نعم مرحبا بك دكتور صديق. يعني نتحدث عن المسؤول الفعلي عن ارتفاع سعر الدولار في البلاد. نعم العملة الأجنبية، العملة الأجنبية بشكل عام سواء كان دولار أو غيرها هي زي غيرها من السلع، يعني تتأثر بالطلب والعرض. كل ما قل الطلب كل ما زاد العرض قل السعر، وكل ما كثر الطلب في تبات العرض زاد السعر. فهذه القاعدة الأساسية متاع الاقتصاد الحر. نعم. فطبعا للظروف اللي نعيشها البلاد الآن من ندرة أو تقلص في الاحتياطي الخاص بالعملة الأجنبية نتيجة لما تعاني البلاد من إقفال الحقول النفطية، لأن النفط هو المورد الأساسي للعملات الأجنبية في ليبيا. الإقفال هذا أثر بشكل مباشر على ناتجنيه الدولة من عملات أجنبية، بالتالي بطبيعة الحال الطلب قد يكون مش متأثر بشكل كبير أو مش مرتفع بشكل كبير قدر ما العرض هو اللي قل. طيب دكتور نعم دكتور دكتور هذا الموضوع ربما يلامس حياة المواطن اليومية ونريد الحديث بدون تكلف، نريد توضيح السبب الفعلي في ارتفاع الأسعار.
موضوع الحلقة هو ارتفاع الأسعار بين وعي المواطن وغلاء سعر الدولار، يعني نريد أن نتحدث بصورة يمكن للمواطن أن يستوعب هذا، يعني هذه الأسباب وهذه المسببات التي ربما نسوقها لنبرر ربما هذا الغلاء وهذا الارتفاع الفاحش في الأسعار. نعم، المواطن طبعا يلامس بشكل مباشر الكلام هذا، يعني الكلام هذا ماهوش كلام يعني معقد لدرجه اللي ما يقدرش يفهمها المواطن البسيط. المواطن يلمس العلاقه بين الطلب والعرض والاسعار. نعم، حتى من خلال السلع اللي يتعامل بها يوميا في السوق يعني. تمام. نعم، كل ما يعني لو المواطن بيفهم القصه بشكل بسيط يعتبر العملة بس كأي سلعة أخرى بكل بساطة يعني. تمام. نعم. أيوة. نعم. إذن يعني العلاقة بين ارتفاع الأسعار في البضائع والمواد الاستهلاكية ويعني ارتفاع الأسعار بالمجمل في السوق. هنا أمر آخر، أنا أصريت على الفصل بين هذا وهذا. تمام، سؤالك في البداية كان يتعلق بسبب ارتفاع العملة الأجنبية. نعم. تمام، لكن لو تحدثنا مثلا لو كان السؤال عن أثر الكلام هذا على ما يعيش المواطن أو على ارتفاع السلع الأخرى. تمام. نعم. حيكون الكلام بشكل آخر. طيب، يعني تحدثت الآن عن ارتفاع سعر الدولار، إذا ما أثره؟ نعم. ما أثره على السوق العامة والأسعار يعني التي هي يحتاج المواطن أن يتعامل معها يوميا. تمام أوكي. السوق الليبي طبعا سوق يعتمد على الاستهلاك أكثر من يعتمد على الإنتاج. تمام. نعم. فبالتالي المورد الأساسي للعملات الأجنبية هو زي ما قلنا في البداية النفط العملة الأجنبية، حتى اللي في يد القطاع الخاص أصل مصدرها النفط. تمام. في السنوات السابقة حاولت الدولة إلى حد ما استقطاب أموال من الخارج عن طريق محاولة تنشيط الاستثمار، بغض النظر عن سواء كان الكلام هذا كان جدي أو كان صوري. تمام، ولكن هذا اللي حصل، يعني حاولت الدولة بطريقة أو بأخرى إصدار قوانين زي قانون رقم 9 لسنة 2010 قانون الاستثمار، ده تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للورود للسوق الليبي من أجل تأمين مصدر آخر للعملة الأجنبية. قد يتساءل المواطن لماذا يرتفع أو ترتفع السلع اللي مصدرها الدولة، يعني مثلا في المواد الغذائية أو الخضروات مثلا اللي هي تنتج محليا وإن كان أصبحت تتقلص بشكل بسيط وأصبحت جزء منها كبير يرد من الخارج، ولكن ما زال لحد ما جزء منها ينتج محليا. فيقول لك مثلا شن علاقة ارتفاع العملة الأجنبية بارتفاع مثلا البطاطا مثلا. نعم. تمام، في المنتج المحلي يعني المفروض يكون وان كانت بطاطا ليبيه، يعني نقوله هيك بالطريقه هي. تمام. طيب. طبعا بطبيعه الحال المنتج للسلعه هذه والبايع لها التاجر لها حيحتاجوا سلع اخرى، والسلعه هذه نسب كبيره جدا منها هي ترد من الخارج، يعني مصدرها عمله اجنبيه. فهو ايضا بيأمن لنفسه امكانيات لشراء الاحتياجات نتاع الاخرى. فبالتالي يجب عليه ان يكبر الهامش نتاع الربح نتاعه في البطاطا من اجل توفير مدخولات تمكنه من تغطيه احتياجاته الاخرى. هذه الصوره بشكل بسيط. نعم. طيب، ما هو دور المؤسسات؟ ربما نريد ان نتحدث الان عن المؤسسه المصرفيه في ليبيا او القطاع المصرفي، خصوصا مصرف ليبيا المركزي. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة بحجم المصرف المركزي للحد من هذا الارتفاع الفاحش كما يصفه البعض في الأسعار؟ هي المؤسسات لا تنحصر في مصرف ليبيا المركزي المفروض اللي مناط بها إيجاد الحلول. نعم.
وايضا وزاره الاقتصاد لها دور في الموضوع هذا. تنشيط الاستثمار في مجالات اخرى مهم للغايه. ايضا فقدان بعض او انخفاض مستوى الامن في الدوله ايضا اثر بشكل مباشر حتى هو على القصه هذه يعني. تمام، يعني لو طلبت من وزاره الاقتصاد الان توفير او تنشيط الاستثمار في مجالات اخرى، تمام، من شانها انعاش الاقتصاد، وبالتالي سيكون الكلام هذا سيكون له دور في تخفيض معاناه المواطن. حيقول لي بنفس بكل بساطه، حيقول لي من الصعب في الظروف الحالية أنني نوفر استثمارات معينة أو نخلق مجالات استثمار معينة. تمام، باعتبار أنه يقولوا يعني كلمة مشهورة، يقول لك رأس المال جبان، يبي أمن ويبي شروط معينة، تمام، ضمانات وإلى آخره، من أجل أن يتحرك ويخلق مثل هذه الاستثمارات. مصر الطيبة المركزي قد يكون الجانب الأساسي أو المسؤولية الكبيرة اللي عليه، تمام، هو أن يحاول أن يتجه بالصرف في العملة الأجنبية باعتبار أن الظرف خاص جدا، يتجه بالصرف في العملة الأجنبية للضروريات فقط لا غير، يجدول أمور الأولويات ويخلي الأولويات اللي هي المواد الغذائية والأدوية هي في الدرجه الاولى، بالدرجه الاولى في الصرف، ويتدرج بالجدول نتاع عالين يصل للكماليه الاكثر كماليه، يعني بهالطريقه ينظم طريقه صرف الاحتياطي البسيط اللي عنده، واللي يعرف ان التعويض فيه قاعد يقل، بل قل فعلا يعني باقفال الموانئ النفطيه وبيع النفط والى اخره. نعم الدكتور صديق، ابقى معي، أريد أن أشرك السادة المتابعين وأرحب بأسامة من بنغازي. أهلا بك أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسامة، نتحدث عن غلاء الأسعار بين وعي المواطن وارتفاع سعر الدولار، يعني كيف ترى هذا الموضوع وكيف تتابع هذا الغلاء في السوق الليبي؟ أول حاجة بارك الله في قناتكم، يعني الحمد لله تشرف الليبيين، حتى البذي يعني جبته قصيدة على حلب، يعني تشرف الليبيين الحمد لله رب العالمين، عندنا قناة في ليبيا كيف التناصح، يعني الحمد لله رب العالمين. نعم، نرحب بك في قناة التناصح. بارك الله فيك. نعم. ويعني الغلاء المعيشة طبعا كلها مسيسة، هذا كله حرب، وهذا نوع من الحروب، هم طبعا جوب حرب الكرامة، يعني ما قدروش فجوب حرب الاقتصاد، يعني يركعوا فيك من مين ما تركع انت. نسال الله سبحانه وتعالى ان الشعب الليبي يصبر ويحتسب ويعني ويصبر، وربي سبحانه وتعالى حينصر لنا باذن الله. اسامه، اولا ارجو ان ترفع صوتك قليلا، وثانيا انت ترى الان بان الساسه هم المسؤولون عن غلاء الاسعار ويتلاعبون بها كما ذكرت، يعني معي الان الخبير الاقتصادي السيد الصديق الرايس، ربما هل لديك تساؤل او يعني شيء غامض تريد ان يوضحه الدكتور صديق؟ والله بنسال الدكتور ان يعني انا متاكد انها حرب هي مشن على ليبيا، لان ليبيا قالت لا اله الا الله محمد رسول الله، واي واحد يقول لا اله الا الله يرفع عليه الحرب. نعم، يعني انا ما احكيلكش على الدواعش، لا، يعني الاسلام الصحيح كيف التناصح، كيف الثوار اللي اسلامهم صحيح، فهم قالوا لا اله الا الله، فان يبيعوا عليهم الحرب، فهمت كيف؟ فهذا انا هيك نظريتي تقول، وانا بنسال عن النظريه هذه مضبوط ولا مضبوط، يعني انا نقول هيك، يعني هم استعانوا بالعدل والمساواه، واستعانوا بكل انسان ويحقوا، يعني يحقوا هم يحقوا الغرب والعالم كله يحقوا، يعني واضحه العمليه، والله غير العمل اللي ما يحقش فيها، واضحه انها حرب على الاسلام. فهم بيركعوك باي طريقه. الطريقه اللي انت تضعف بها بدولك القوه ما قدروش الاسلام انتصر. طيب، في ليبيا. طيب، شكرا لك، وصلت الفكره اسامه من بنغازي، شكرا لك. الان ارحب بيونس من مصراته، اهلا بك يونس. حياك الله ويا اخوي محمد والاخوه اللي معك في الاذاعه الطيبه المباركه. حياك الله. ان شاء الله بالخير.
نعم حياك الله يونس. يونس نتحدث عن غلاء الأسعار، هناك من يعتبر بأن هذا الغلاء أصبح يعني غلاء فاحش ولا يمكن يعني أن يمكن التعامل معه، والمواطن أصبح لا يمكن يعني أن يتحصل حتى على قوت يومه، كيف تتابع هذا الموضوع؟ والله هو أنت بارك الله فيكم طرح المواضيع هذه المهمة جدا جدا تمس قوت المواطن، وهذه حقيقة مشكلة سنعناد لأنها هي أزمة مفتعلة بامتياز لباو المتباش، ولنا في الدول المجاورة والأحداث اللي في سوريا وغيرها يعني والعراق البت الأعلى ما فيش مكان دخل في المتحدة للأسف إلا هذا الكوارث نتاعها. يجب المواطنين الحقيقة يعبوا ما يحدث ويكون يلتقى مستوى تفكير من لازم تخليم ثقافة الاستهلاك، هذا إذا كان نبو دولة لازم التضحية ولو شوية. الأمر واضح ومصدر الدخل الرئيسي مقفل من سنتين، معروف عواقبه ومعروف استعالة الأزمات، فيكون يجب وعينا يوصل لحد النضج إذا كان نبو نولى دولة متقدمة بدل ما ننعت لغيرنا وديما تخشيل الناس اللي في المحك برغم أنهم كدة، ولكن اللي يعلم يعمل الذي هو يخطئ والمضطر ديما باله. الحقيقة يجب شرع على الحكيم ولازم ننتبه للقضاء، إذا كان ما في قضاء ولا في دولة وأنا في المتر الصبار إن شاء الله ما نوصلوش في المتر الأعلى، ولكن لينا بإذن الله شرفاء لنا رب كريم يجب في ملاحظة بنقولها معلش سامحني أخوي محمد ومع احترام نحن نبيين وكنا أحباب وكنا أصحاب وكنا نغلطوا، ولكن حقيقة الشتم والسب والحكم العسكري هذا والواحد إيش بالله سألنا منه فرسان للدخل يقول كلمة طيبة ويتق الله لأن ما ينفذ من قول إلا ذي رقيب عزيز، فبارك الله فيكم الجميع ووقف الله جهودكم الطيبة للإصلاح إن شاء الله. نعم شكرا لك يونس من مصراتة وصلت الفكرة يونس شكرا لك. أريد نعم أيمن، أهلا بك يا أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيمن من بغازي أهلا بك. بارك الله فيك، تحية لكم وبرنامجكم. حياك الله يا أيمن. أيمن نتحدث عن غلاء الأسعار والمواطن الذي أصبح يعني لا يجد حتى قوت يومه. أي نعم صح صحيح. هو الحقيقة لما تبي تبحث عن الموضوع لازم تجيب الشيء اللي حدث وتبي تجيب الإصلاحات. لازم تجيب الحل يعني طبعا المفروض قناتكم لازم تجيب الحلول ما تعملش المشكلة. نحن يعني نطرح التساؤل ونطرح التساؤل على المواطنين، بإمكانك المشاركة برأيك. أنت يا أيمن ربما لديك رأي في الحل، يعني أسمعنا هذا الرأي. نعم أستاذ، المشكلة أن بدأت الحلقة من بداية المؤتمر والبرلمان والسيد علي زيدان والسيد صدق الكبير والسيد البدري اللي هو في أوبك، طبعا هذوما هم الأساس الحلقة اللي ضرت العملة وضرت السيولة وضرت المواطن، هم اعتدوا طبعا على حق المواطن اللي هو في الجمعيات. طبعا السلعة كانت تهرب صحيح، ولكن المفروض ما كانتش تقرب السلعة إلا بعد يجدوا حلول. السلعة كانت الزيت والدقيق والمكرونة والطماطم والسكر، هذين ما كانش يتعدوا عليهم في حق المواطن، ولكن بفعل فاعل تعدوا عليهم وابعدوهم وبدل المواطن في حيرة. من هنا اعتدى السيد علي زيدان والسيد الصديق الكبير والسيد البدري اللي هو في أوبك، طبعا مع تغفل السادة أعضاء المؤتمر وتغفل السادة اللي في البرلمان. هم طبعا كان عندهم شوية فتات من الأموال يسحبوا روحهم، طبعا عندهم سيولة كاملة، ولكن الصديق الكبير له المفاتيح الرئيسية في حل مشكلة ليبيا. الآن المصرف المركزي فيه سيولة كبيرة جدا، ممكن ضيفك يعطيك السيولة الكبيرة من الدولار ومن الدينار. المفروض الآن حل مشكلة أن ينزلوا دقيق يرفعوا عليه يدعموه السكر الطماطم الزيت هذين يردون يرجعون للمواطن، وبعدين عملية خروج مظاهرات على السيد الصديق الكبير وعلى السيد البدري اللي في أبك، وهم يطلبوهم بأن يفتحوا طيب. بالسيولة وطبعا يردوا البرنامج 70 مليار اللي ريحهم زيدان وهو حلقة الوصل. طيب يا أيمن المشكلة لما تحل المشكلة. نعم أيمن من بغازي شكرا لك، ربما نقطة جوهرية أثرتها
وسنحيلها إلى السيد الصديق الرايس وهو الخبير الاقتصادي، ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل، ولكن فقط ننوه بأننا نتحفظ عن ذكر الأسماء، يعني كل ما يذكر هو يمثل من قال أو من ذكر هذه الأسماء. نحن نطرح هنا قضية ونريد أن نشرك المواطنين في كيفية حل هذه القضية ونربط بين صوت المواطن وصوت المسؤول أو المختص. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أذكر بأنه يمكنكم المشاركة عبر الإجابة على سؤال هذه الحلقة على صفحة قناة التناصح الفضائية، والسؤال هو: كيف يؤثر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على المواطن؟ وربما سنقرأ بعد قليل بعض المشاركات. أعود لضيفي الدكتور الصديق الرايس. دكتور صديق، يعني في هناك يعني نقاط لا يمكن إغفالها ذكرها السادة المشاركين، أولها يعني الساسة، هل بالفعل يمكن أن نعتبر بأن للساسة يد طولة على الاقتصاد في ليبيا والتلاعب بالأسعار وما إلى ذلك؟ طبيعي هو رجال السياسة هم اللي على عاتقهم إيجاد الحلول للأزمات، لكن أي حل لأزمة اقتصادية من الصعب يعني توقع حلها أو إيجاد حلول لها حلول مباشرة. أثر الحلول اللي ممكن نديرها اليوم قد تأتي ثمارها يعني بعد أيام أو بعد أشهر أو بعد سنوات قد يكون يعني. فالمسؤولية الكبرى على رجال السياسة هو التخطيط الاقتصادي الدقيق، التخطيط للمستقبل. أولا الآن الاقتصاد الليبي ضايع بين اقتصاد موجه أو اقتصاد حر أو شكل من الأشكال المواهمة بين النوعين. قد يكون السيد اللي تفضل في السابق، المواطن اللي تفضل برأيه قال احنا افتقدنا للسلع اللي كانت توفر لنا في الجمعيات وهو إلى آخره. الكلام هذا طبعا الجمعيات يعني وضعها تغير من فترة كبيرة، يعني من فترة طويلة. نعم دكتور ربما نتحدث بالتفصيل أكثر حول دور رفع الدعم على ما يعانيه المواطن الآن من غلاء الأسعار، ولكن ابقى معي لنتحدث في هذا الموضوع. لأشرك جمال من البريقة، أهلا بك جمال. أهلا وسهلا بك جمال. جمال، نتحدث عن ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن. والله يا استاذ محمد نحن الكلام كله غني، وان شاء الله قناتكم قناه مباركه، ان شاء الله ربي يحفظكم انتم والطاقم العامل فيها باذن الله. بارك الله فيك. لكن نعم، كون الكلام اللي حكون مع عظومة توزيع الاخ لبدري من المصادره، يعني تو الدوله لها قريب 6 سنوات والله 7 سنوات، الواحد والله العظيم الله، انا واحد من الناس بدري يعني تو كلمتك لاني مليش ساعتين كنت في المحطه برا، جاء جيش ماشي مغرب عرفت رتل، والله لزوني من المحطة اللي كنت قاعد فيها نفكس فيها على اساس نجيب حليب لعيالي. يعني الواحد الله غالب توزيع، لا مواطن عادي، لا عندي عمل نمشي العمل نمسك في وقت السكر تاعي، لكن لما نجي للمحل نلقى شيء الزيت ب6 دينار وانا مفكس ب10 والله ب15 دينار، السيارة تبي بنزينة، العيل يبي حليب، يعني عندي بنات وعياله وان شاء الله ربي يوفقها البلاد، احنا محل غالب ولا البلاد تمشي للصلاح، لكن الوضع بالنسبه للمواد السلع التموينيه انا نحكي لك بصدق، يعني اول ما اشوف قناه تحكي عن الكلام هذا بالذات حس بوضع المواطن. نحن تو الواحد لو ان مثلا في حاجه مثلا للبلاد تضحي بنفس بعياله ما عندناش مشكله، لكن اهم حاجه الانسان يعيش عيشه كريمه. يعني معقوله بنطلع المصري على سبة شيشة زيت يردني يقول لي مثلا نقول له 6 جنيه يقول له معي 4 جنيه يقول لي والله، يعني تمت العملية أستاذ محمد مش يعني نقول إن شاء الله ربك يسهل الأمور أكثر من الله سبحانه وتعالى، ما نرجوش الفرج من حد، لأن ما فيش مسؤول ولا في قناة
حكت لي ما حكيت انت من استاذ محمد صراحه يعني. نعم، وربما هذا هو الواجب، فالتناصح هي للمواطن ومن أجل خدمة المواطن، ونربط بين صوت المواطن والمسؤول والمختص. جمال من البريغة، شكرا لك، وربما نحيل ما ذكرته للدكتور الصديق، ولكن قبل ذلك صالح من الجفرة، أهلا بك. السلام عليكم يا أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. صالح، يعني وأنت ضيف دائم للبرنامج، كيف ترى ارتفاع الأسعار وكيف تربط بينه وبين غلاء سعر العملة الأجنبية والدولار؟ نعم صالح، صالح هل أنت في الاستماع؟ صالح، يبدو أن الاتصال انقطع مع صالح من الجفرة. أعود لضيفي الدكتور الصديق الرايس. دكتور صديق، يعني كنت قد بدأت الحديث عن دور رفع الدعم، وهي نقطة أثارها أيمن من بنغازي. ما مدى تأثير قرار رفع الدعم ربما والجمعيات الاستهلاكية على ما يعانيه المواطن الآن؟ نعم، الجمعيات طبعا تقلص دورها، انا قلت سابقا انها تقلص دورها من قبل حتى ثوره 17 فبراير، تقلص دورها من زي السابق يعني، تمام. فتم افتتاح المجال للقطاع الخاص، واصبح يعني اصبحت الدوله كانها تسلم في بعض مهامها اللي كانت مستولي عليها واللي كانت فكر عليها في فتره من الزمن للقطاع الخاص. وفقا للسياسه اللي رسمت السابق من قبل شكري غانم قدير صدق الوقت يعني. قد يكون من الجوانب اللي ممكن ينظر فيها وتدرس الان هي اعاده النظر في قنوات الاستيراد والبيع. قد تكون الدوله الان في وجود نضوج لموارد الدوله من العملات الاجنبيه، وعدم سلطتها الرقابيه او انخفاض مستوى سلطتها الرقابيه عليه التجار الخواص، فقد يكون المصرف المركزي يبدأ في مجهود أو يصرف في العملة الأجنبية للتجار، ومن ناحية ثانية لا تستطيع الجهات الرقابية الأخرى فرض رقابتها وسلطتها على الأسعار. يعني طالما أن التاجر الخاص يقدر يستورد أو يحصل على ائتمان مستندي بسعر رسمي، بسعر عملة أجنبية بالأسعار الرسمية وفق الأسعار المصرفية المركزي، تمام، المفترض أنه هو يحافظ على هامش الربح المحدد له، نعم، وبيبيع بالأسعار الرسمية. فقدت الدولة السيطرة أو الرقابة على مثل هذه الأشياء في الفوضى اللي صايرة الآن. قد يكون يعني دراسة إعادة النظر في قنوات البيع والاستيراد، أن تكون مثلا القنوات هذه قنوات عامة أو تحت إشراف عام. يعني طالما هي مثلا كتاجر هي مجرد انها هي قد تكون طرح يعني من الحلول اللي ممكن ينظر فيها، ان مثلا التجار اللي يحصلون على اعتمادات بعملات طيب باسعار صرف رسميه يخضعوا او مقابل اخضاعهم لنوع من الرقابه اكثر من الغير. طيب دكتور صديق، يعني هناك سؤال مهم ويطرحه البعض، يعني نرى ربما تراشق للتهم بين المواطن والدولة، المواطن يحمل الدولة كامل المسؤولية، والدولة دائما ما نرى المسؤولين يخرجون ويقولون المواطن لا يتجاوب، المواطن يعني لا يتعامل مع مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب. سنجيب ربما عن هذا السؤال وربما الذي أختم به معك، ولكن أشرك اتصال عبد الله. نعم عبد الله، اهلا وسهلا بك. اهلين، مرحبتين يا اخوي، السلام عليكم. مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمه الله. عبد الله، نتحدث عن غلاء الاسعار وربما ايضا ارتفاع سعر العمله الاجنبيه المفاجئ في اليومين الماضيين الذي جاوز يعني حاجز الاربعه الدنانير. كيف ترى هذا؟ والله نحن تو هي معالجه القضيه الاساسيه هي السلع الاساسيه نتاع المواطن، زي ما نعرفه نحن يعني الزيت، الطماطم، الحليب، الحاجات السلع الاساسيه هذينا، وحليب الاطفال اللي وصل فوق ال 10 دينار اللي عنده اطفال يعاني، فهمني يا اخويا. نحن تو تكلم مصرف ليبيا هو الداعم للشركات المورده بالعمله، عمله سعر المصرف.
نبوا نحن مصرف ليبيا المركزي يظهر لنا الشركات اللي خدن منها مثلا معروفات، يعني شركه اللي متكفله بحليب جودي، اللي متكفله بحليب الزهرات، كل شركات اللي تجيب في السلع الاساسيه من الزيوت تطبخ ومن حليب الاطفال. الناس تعاني، نبوا نعرفوا الشركات هذين باش يقدر اسعار منتجاتهم في السوق ما تتجاوز السعر الغير معقول. اذا هذا سعر مصرفي واخذ به، نحن يعني مصرف ليبيا يصدر جريده شهريا اسبوعيا كل ثلاث شهور يظهر اسماء الشركات اللي خدت اعتماد من مصرف ليبيا بخصوص السلعة الفلانية، هذه معتمدة، حتى الحرس البلدي يقوم بدوره يعرف شنو السلعة المدعومة من الدولة، هذه مدعومة مدام خدت. يعني تقصد بأن يكون المصرف يعني المركزي أكثر شفافية في هذه المواضيع ويوضح يعني. يظهر لنا مش قاعدين نحن يقول في شركات وردة حاويات فارغة، لا يظهر أسمائهم وأسماء التجار اللي مصر في دماء الشعب الليبي، يظهر لنا أسمائهم وظهر أسماء الشركات هذه المتاجرة بالمال الليبي. نعم، المتاجرة في قوت الناس، نبوا نعرفوهم، مش تقعد أنت تستر عليهم، أنت متستر على الجريمة، أنت كيف اللي مرتكب الجريمة يا مصرف ليبيا. شكرا لك. نبوا نحن أظهار الشركات المعتمدة بالسلع الأساسية من سعر مصرف ليبيا المركزي. نعم، سنحيل هذا التساؤل بالذات يعني للضيف. شكرا لك عبد الله، شكرا لك، وصل صوتك. نعم، محمد من مصرات، أهلا بك محمد. أهلا أخوي شوار. مرحبا بك يا محمد. ماذا عن ارتفاع أسعار الأسعار في السوق في ليبيا؟ نعم محمد. محمد، نعم، يبدو أن الاتصال انقطع مع محمد. أعود للضيف ونختم يا دكتور الصديق الرئيس بالتساؤل الذي طرحته بخصوص تبادل التهم بين الدولة والمواطن، وأيضا موضوع شفافية المصرف المركزي في من يقوم بتوريد الحاويات الفارغة التي نسمع عنها في الأخبار ولا نعرف التفاصيل كما ذكر عبد الله قبل قليل. هو كان في تشويش بسيط في الصوت، لكن اوكي استطعت اللحق شوي على النهايه. نعم. طبعا انت كان سؤالك البدايه لوم المواطن للجهات او للدوله. تمام. طبعا المواطن عنده الحق لما بيضجر ولما بي قدام قله الحيله وارتفاع الاسعار هو مش قادر ان هو يلبي طلباته واحتياجاته اليوميه، طبيعي بيلقي اللوم طول على الدوله باعتبار انها هي المسؤوله بالدرجه الاولى على الوضع الاقتصادي، على الوضع الاقتصادي العام في البلد يعني اكيد يعني. بالنسبه للحاويات الفارغه يعني طبعا هي لا شك ان هي جريمه يعني، وتهريب العمله الاجنبيه للخارج بدون عودتها جريمه اخرى. تمام. وتساهم في نضوب المخزون هذا من العملات الأجنبية، ولكن في غياب شو اسمه قنوات بيع عامة للدولة موازية للقطاع الخاص، السوق كيف بتلبي حاجات المواطن اليومية. التجار في منهم يعني ما نقدرش نقول إلا قايمين بالدور تمام في توفير هالاحتياجات هي. الدور هذا قد يكون فيه نوع من الاستغلال اوكي، لكن هي في النهايه احتياجات ضروريه لازم تلبى في السوق الليبي. لو ان مثلا يعني بشكل او باخر لو ان اثمان الاعتمادات اللي صرفت مقابل توريد حاويات فارغه هذه لا شك انها هي جريمه زي ما قلنا. تمام. لو ان عادوا بها للسوق الليبي مره ثانيه هالدولارات هذه او العملات الاجنبيه هذه، تمام، نقول احنا قاعد افضل الامر من ان هي تخرج ولا تعود. نعم، ضيفي الدكتور الصديق الرئيس الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك. الان يعني اذكر بعض المشاركات عبر صفحتنا على فيسبوك، صفحه قناه التناصح الفضائيه. رمضان يقول أن السبب الرئيسي هو تجار الدولار ومن يتحكم في السوق. محمد الشبيني يقول أكيد حيأثر تأثير سلبي، والدور هنا يقع على وعي المواطن أن يفهم المشكلة ويفهم وأنتم تحكوا على الغلاء وين هالسيولة باش نشروا غالي ولا رخيص.
علاء يقول سيؤثر ذلك على أسعار السلع والمواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي من مواد غذائية وملابس، فضلا عن مواد البناء والسيارات وغيرها. وبعض التجار للأسف استغل هذا الارتفاع برفع أسعار المواد المتوفرة بأسعار الدولار القديمة قبل ارتفاعه، مما سيؤثر تأثيرا سلبيا بليغا على المواطن البسيط. هذا ما يقوله علاء. أيضا أنا ليبي يقول بالله مازال فيها وعي ومازال حد يسأل على سعر الدولار، أعطيني فلوس ليبيات باش نشري خبزة وخذوا الدولار يا مجلس ويا حكومة الوفاق. هذا يقول بأن ما حدث هو أن حكومة الوفاق خلقت أزمة لتدخل لطرابلس بهدوء ولم تتمكن من حل الأزمة بعد دخولها. أيضا معاد يقول بالطبع تأثير سلبي، وخاصة في الارتفاع الهائل للسلع الغذائية والأدوية الذي سببه بالطبع ارتفاع سعر الدولار. نور الدين الغرياني يقول مش يعني يتساءل أليس السراج مش السراج بينزل الدولار، يتساءل نور الدين الغرياني. إذا أشرك معي اتصال من الفيتوريوم من ثم أعود لبعض المشاركات الموجودة على صفحتنا، صفحة قناة التناصح الفضائية. فيتوري أهلا بك. نعم يبدو أن الاتصال انقطع مع الفيتوري. رضا بريش يقول يؤثر على معيشة المواطن بشكل سلبي، فالألف دينار لا قيمة لها الآن من جراء ارتفاع الأسعار، ولا زال المرتب كما هو لم يرتفع. إذا يقارن بين رفع المرتبات أو الزيادة في المرتبات وأيضا ارتفاع الأسعار والزيادة في الأسعار، يقول بأن الأسعار تزيد والمرتبات كما هي كانت يعني في القوانين السابقة في الدولة الليبية. سؤال حلقتنا على صفحة قناة التناصح الفضائية هو كيف يؤثر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على المواطن. أحمد من مصرات أهلا بك أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا أحمد. مساء الخير يا أخوي المقدم، وتحياتي لك ولكل قناة التناصح. نعم حياك الله يا أحمد. نتحدث عن ارتفاع الأسعار وأيضا غلاء سعر العملة الأجنبية مقابل الدينار الليبي، كيف ترى ذلك؟ والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لابد أن التجار أن يتق الله سبحانه وتعالى في الشعب المسكين الغلبان كل يوم يعاني، وكل يوم القنوات يشكو لهم المواطنين، لكن للأسف دائما التجار ما يبوش يستجيبوا للشعب الليبي. لهذا يتق الله تعالى، والدولار والله مرتفع بشكل غريب، قالوا اخر الاخبار وصل ل 4.75 جنيه على ما اظن انك سمعت، يعني ان شاء الله مش خطا يعني، وان شاء الله ربي يهدي الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك يا احمد. ارحب بامل من بنغازي، اهلا بك يا امل. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. امل يعني نتحدث عن ارتفاع الاسعار الذي يعني يوصف بأنه فاحش، المواطن لم يعد يعني يلحق بقوت يومه ولم يعد يتحصل على قوت يومه. طبعا خويا لو سمحت لنا اعطيني فرصه شويه، انا نقول لك يعني هي نحن عارفين ان النظام الاول كان ماشي ليبيا كلها كان معتمد على دولار، ولا كان ينبيع الدولار رقاع او نزل، فيعني هي كلها سياسه مسيسه لتركيع الشعب الليبي لا اكثر ولا اقل للعوده للنظام السابق او الجماهيريه السابقه. يعني نحن كيف ما نقولوا نحن توا يعني كيف ما نحن ندمنا ان احنا كن توا الناس تشتم في الثوار، هي اذا بيقول لك هذه الثوره شنو قدمت؟ فهي السياسه ممنهجه لا اكثر ولا اقل، يعني احنا النظام السابق كان مش معتمد حتى عن النفط، النفط كان عباره عن ايرادات تنحط في الاسواق في في المصارف اللي برا، فنحن كنا عباره عن ضرائب يعني عائدات يدورا في نفس البلاد، يعني ما كناش معتمدين لا على دولار ولا شيء، لكن هذه سياسه ممنهجه. وانا نقول رساله واحده للصديق الكبير او اي حد من المسؤولين مسؤول عن الازمه للمواطن التعبان الكادح اللي من يوم يوم ما عياله يطق، الواحد عمره 40 سنه وما يقدرش يكمل نص دينه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يعني صدق صدق شفت نهايه الطاغيه، فارجوكم يعني الشعب الليبي مش عدد كبير، عددنا شويه، يعني احنا نعتمدوا ابسط حاجه حتى على الزراعه او على التجاره، يعني حنعيشوا ملوك، فارجوكم يعني انتبهوا للناس وراعونا
وحسبي الله ونعم الوكيل كل من كان وراء سبب الأزمة. طيب يا أمل، يعني برأيك ما دور مؤسسات الدولة، المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية الأخرى، ما دورها في هذه الأزمة وفي حل هذه الأزمة؟ يا أخويا أنا أنت شفت أي خطة، شفت جيتهم يديروا في أي خطة أن هم يرفعوا معاناة الشعب الليبي؟ هل جيت أي مشروع أو أي يعني قدموه للناس أن هم بيديروا لهم خطة باش يرفعوا معاناتهم؟ قاعدين يسمعوا في المعاناة وقاعدين يسمعوا في شكاوي الناس من نفس نوم ولا سنين، إحنا لنا فترة بالحالة هذه، فهذا يدل على أن هم عاجبهم الوضع هذا، ما يبوش يديروا أي خطة، معناها هم قاعدين ينفذوا في خطة معينة أو سياسة ممنهجة مش أكثر ولا أقل. يعني مش معقولة حيعجز، ما عندناش عقول يعني تتفكر ان هي تدير حل. ليبيا غنية من كل شيء، غنية، معقولة ما عندهمش حل يفكوا ازمة المواطن التعبان؟ يعني بصدق يعني عجزنا للدرجة هذه مع شيء. شكرا لك. يعني نحن شكرا لك يا امل من بغازي، وصل صوتك. انتقل الى محمد من بغازي، اهلا بك محمد. مرحبا بك يا محمد. برأيك يعني ماذا حول ارتفاع الأسعار والمواطن الذي لم يعد يتحصل حتى على قوت يومه وما يطعم أطفاله ربما؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد. عموما شكرا لك، وصل صوتك. بالنسبة للمشاركات عبر صفحة قناة التناصح الفضائية، نختم بباسم الخلفوني يقول: السلام عليكم ورحمة الله. في الفترة الأخيرة نشهد أن الصراع السياسي هو السبب وأيضا انعدام الضمير. إذا مشاهدينا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي الدكتور صديق الرايس الذي صاحبنا في هذه الحلقة، وأشكر كل من شارك معنا وكل من حاول أن يشارك معنا. إلى لقاء آخر، دمتم في أمان الله.